ملعب نص عين ده ملعب اشرف لسه نور ما ركبش بره احنا عاملين ده بالليل بقى كورونا مش مقصره ولا حاجه بالعكس احنا السنه اللي فاتت ما كناش بنخرج خالص السنه دي الحمد لله في حركه شويه اقبال على حاجات كتير جوز الهند والزبيب طبعا عشان بقى كل سنه طيب الناس بيستخدموها عشان البسبوسه والكنافه والكلام ده كله وبتبقى عامله بهجه في البيت وبتاع واحنا عملنا هنا بره زينه وعملنا جو بحيث الناس تحس ايه جو رمضان اللي بقى لنا كام سنه مش ايه مفتقدينه وكده قلنا السنه دي نخليها مختلفه شويه بالاجواء اللي احنا عاملينها في الشارع بحيث ان احنا نخلي الناس مبسوطه احنا بنشتري حاجه رمضان عشان هي عاده ولازم نعملها كده لان انا اتعودت على كده من بابايا ومن جدي فاحنا بنشتريها حاجه رمضان احنا بنشتريها من غير رمضان عادي طبعا في رمضان بيبقى في حاجات زياده بقى في بقيه اليميش في مشمشيه وقراصيا وحلويات كتير فبنستعمل جوز الهند كتير والزبيب والحاجات دي غير الايام العاديه وهي عاده وبعدين احنا بقالنا سنتين محرومين من رمضان اصلا يعني ما عشان بالظروف اللي احنا موجودين فيها نسيب اللي يخش يخش واللي يشتري يشتري هودا هنكتب اسمه في التقرير مش عارف